الآن بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. الحلقة 22 من برنامج إيماننا الأقدس وعيد الآباء الرسل بكرة إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة العشية وعيد الرسل، دايما يوم 5 أبيب بيوافق 12 يوليو. هو عيد استشهاد الرسولين أبينا بطرس ومعلمنا بولس، وهما الاثنين استشهدوا في يوم واحد سنة 67 تقريبا في روما. عشان ما نفتكرش إنه الكلمة اللي قالها المسيح له المجد على أورشليم قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إنها مكتوبة أو قالها لأورشليم القدس فقط، ولكن يبدو إنها كلمة لكل مكان يتحول إلى قدس بكرازة الآباء وبسيرة القديسين فيه. بتثور ثائرة الشيطان ويقتل الأنبياء ويرجم المرسلين. روما كده، ماري مرقس استشهد عندنا في مصر كده. كل الآباء الرسل كرزوا في العالم كله، وكل واحد استشهد في مكان كرازته أو في مكان آخر. وكأنه المسيح له المجد لما قال على أورشليم أنها قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، عايز يقول إنه أي حتة أنا بنده فيها بالتوبة، الشيطان بيبقى عايز يكتم هذا الصوت ويقطع هذا اللسان. يوحنا المعمدان لم تكن له تهمة ليقتل، سوى أنه قال لهيرودس لا يحل لك، سكتك غلط. فقالوا له عايزين راسه على طبق من فضة، فأمر أن تعطى رأس المعمدان وقطع رأسه. القديس بطرس والقديس بولس استشهدوا في نفس اليوم في نفس المكان، لكن القديس بولس استشهد بقطع الرأس كروماني، والقديس بولس القديس بطرس استشهد بالصلب منكس الرأس. قصة بتاعته جميلة قوي، زي ما بيحكيها لنا تاريخ الكنيسة ونقراها في السنكسار، إنه لما حكموا عليه بالموت مصلوب، حس إنه الموت مصلوب ده فخر وشرف. المسيح مات مصلوب، فقال أنا كمان حموت مصلوب زي المسيح، ليه؟ هعمل راسي براسه. فطلب انه يصلب منكس الراس، وكان له ما اراد، فصلب القديس بطرس منكس الراس. شوفوا الفهم بتاع ابائنا القديسين والحكمه اللي مش من انسان. بطرس صياد، والمسيح له المجد قصد انه يختار صياد لكي يكون فضل القوة لله مش ليه، وبين لنا في الانجيل ضعفه بدل المرة 10، واندفاعه وسرعة رده وحمقته اللي احيانا بتبقى مش في مكانها. وبعد كده ورانا
غيرته على الكرازة وغيرته على الإيمان، عشان يقول أهو آدي ده الضعف البشري، لكن شوف إحنا عرفنا نعمل بيه إيه. فبطرس هذا الذي أنكرك أمام جارية اعترف بك أمام الملوك والولاة. بنقول كده في الإسمة بتاعت صوم الرسل وعيد أبائنا الرسل. إزاي طيب؟ إزاي اللي ينكر قدام جارية يعترف أمام ملوك وولاة؟ إما كانتش دي قوة الروح القدس ونعمته تبقى إيه؟ فبكرة إن شاء الله عيد أبائنا الرسل، بس خلوا بالكم بكرة الجمعة، يعني الفطار مش بكرة، هو العيد بكرة بس الفطار بعد بكرة. أقول تاني، العيد بكرة بس الفطار بعد بكرة، لأنه بكرة الجمعة، والجمعة صوم من الدرجة الأولى زيه زي الأربع زيه زي الصوم الكبير، مفيش حاجة تكسره إلا لو جه في أحد الأعياد السيدية اللي هو الميلاد والغطاس فقط. قراءة الإنجيل بتاعت بكرة في قداس العيد من إنجيل معلمنا متى الإصحاح العاشر من أوله الآية الأولى، يقول: ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. جاب الاثناشر أعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة عشان يخرجوا الأرواح النجسة ويشفوا كل مرض وكل ضعف في الشعب. موجز لفكرة الكرازة في فكر الله، سلطان على إبليس شفاء الإنسان، أدي الكرازة، ربنا عايز ينشر ملكوته. طيب ملكوت الله مقوماته إيه؟ لا سلطان لإبليس، لأنه القوة لله، فدائرة الله لا يوجد فيها أي مجال لعمل إبليس. طب والحاجة التانية شفاء الإنسان، إنه الإنسان يتمتع بهذه القوة ويتمتع بهذه الصحة، هي ده ملكوت الله. عشان كده تلاقوا حضراتكم لما نيجي نرسم صور القديسين في الأيقونات القبطية تلاقوا رسمين القديسين في أبهى صورهم. يعني مثلا في دير الأنبا أنطونيوس في البحر الأحمر، كنيسة الأثرية، مرسوم على جدرانها أنبا صموئيل المعترف، بس مرسوم بعينين الاتنين مفتحين مش عين وعين. طب ليه؟ مع إنه القصة بتاعته بتقول إنه عينه فقئت لما رفض يوقع توماس لاون واعترف بالأمانة المستقيمة ضد إيمان خلق دنيا. طب ليه رسموه في الكنيسة بالصورة دي عينينه الاتنين سلام؟ الآباء يردوا علينا ويقولوا لنا أصل إحنا رسمينه في ملكوت السماوات، إحنا مش رسمينه على الأرض، إحنا رسمينه وهو دلوقتي في ملكوت السماوات. هو في ملكوت السماوات لسه عينه مفقوعة؟ تلاقيهم مثلا رسمين صورة للقديس يوحنا القصير، بس أول ما تبص كده للوهلة الأولى ما تاخدش بالك إنه قصير، لأن هم حاطينه في مستوى رأس بقية القديسين اللي واقفين حواليه، بس عشان يبينوا إنه قصير موقفينه على جبل من تحت، يعني رسمين تحت كده جبل وهو واقف عليه، فراسه في مستوى رأس بقية القديسين اللي حواليه. طب هم ليه عملوا كده؟ يقولوا عشان هو مش قصير في السماء، ده قامته واصلة للسماء كامل. فهي دي فكرة ملكوت الله، أنه الإنسان يتمتع بالصحة الروحية والجسدية وملء الشبع، لا يحتاج للأكل ولا الشرب ولا
يتعب ولا يحزن ولا يبكي ولا في دموع. ملكوت الله. في عدد 2 بيقول لنا أسماء 12: سمعان الذي يقال له بطرس، واندراوس أخوه، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه، فيلبس وبرثولوماوس، توما ومتى العشار، يعقوب ابن حلفة وتداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء 12 أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضال. المسيح له المجد قال إنه جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل. هو جاي للعالم كله، مش جاي لفئة محددة. بس دول ابنه البكر، قال إسرائيل ابني البكر. يا إسرائيل إيه رأيك يا ابني، تيجي تمشي معنا؟ قال له لا. قال له طب خلاص براحتك، أشوف غيرك لغاية ما تعقل. فكان لازم ينده على اليهود الأول، يرفضوا فينده على الأمم، عشان ما يجوش بعد كده اليهود يعثروا فيه أو يشكوا فيه أو يقولوا ده مش تبعنا. لا، لا تبعكم، اللي النبوات بتاعتكم كلها بتشاور عليا، اللي بعتلكوا الناموس اللي أنا كتبته واللي أنا مليته واللي أنا أوحيت بيه واللي أنا أوصيت بيه. عايزين تقبلوا اقبلوا، عايزين ترفضوا هشوف غيركم. فقال لهم: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين. خلونا دلوقتي في اليهودية لليهود، وده مش معناها أنه ربنا بيميز حد عن حد، لأن هو نفسه راح السامرة بنفسه وخدم في السامرة وخدم السامريين. بعدين يقول في آية 7: فيما أنتم ذاهبون اكرزوا وقولوا إنه قد اقترب ملكوت السماوات. آدي الكرازة، قد اقترب ملكوت السماوات. في حاجة لا سلطان لإبليس عليها، ويتمتع اللي فيها بالصحة والقوة والشفاء والعافية، ملكوت السماوات. مين يخش معنا؟ هي دي الكرازة. اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا المرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. أعطاهم قوات، والقوات كلها لشفاء الإنسان عشان يعد ملكوت السماوات. ولا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم. بيسهل عليهم ولا بيصعب؟ أعطاهم قوات ومواهب، أهو بيسهل عليهم. طب هنا بيعمل إيه بقى؟ بيصعب. لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. يعني روحوا كده، بس عايزكم بطولكم. طب ونجيب مصاريف منين؟ ونجيب قوة منين؟ ودي سكة وفيها سفر، ونعرفش الأماكن اللي احنا رايحينها. طب نستعد ازاي؟ طريق ما بيتخدلوش زاد وزواد، ولا لبس ولا عصا ولا حتى أحذية. عايز المسيح له المجد يقول: إذا كنت أنت ككارز هتختبر حالة الضعف وبإيمانك تتمتع بقوة النعمة الإلهية، كرازتك هيبقى ليها قوة تثمر في نفوس المكروز له. لكن مش عايزكوا تروحوا تقولوا كلام، لا، عايزكوا تختبروا الحياة. جرب كده، ولا فضة ولا ذهب ولا نحاس ولا ثوبين ولا أكل ولا عصا، تخدش حاجة خالص، روح كده بطولك.
يقول له يا رب طب لو قابلنا حد، لو طلع علينا ديب، لو جوعنا، لو الهدوم اللي علينا اتقطعت، لو السكة طولت ونمنا في الطريق يوم واثنين وعشرة، نعمل ايه؟ طب ولا احذية حتى نمشي حافيين السكة دي كلها؟ حكاية احذية دي بالذات الاباء قالوا فيها كلمة جميلة قوي، بيقولوا الاحذية دي بتشير الى الاعمال الميتة، اعمال الموت، الخطية اللي احنا فيها، اعمالنا الميتة، الاحذية بتشير اليه. فكأن المسيح له المجد بيقول لهم خلوا اعمالكم اعمال مقدسة، تنقوا من كل خطية، توبوا قبل ما تقولوا للناس توبوا. فبيقولوا ايه؟ بيقولوا افتكروا انه المسيح له المجد يوم ما كان بيتصلب اقتسموا ثيابه بينهم وعلى لباسه اقترعوا، لكن ما جابوش سيرة الحذاء، كان لابس حذاء؟ لا طبعا. فبيقولوا توب لكن مش حذاء، هو داء الموت بدلا عنا، لكنه لم يكن فيه أي أثر لأي أعمال ميتة. فكأن المسيح له المجد هنا بيقول لهم كده، خلوا اتكالكوا علي، دوقوا التجرد، دوقوا ان انتوا تروحوا بالإيمان، مش متكلين على ذراع البشر ولا على ذهبك ولا على فضتك ولا على نحاسك ولا على علمك ولا على شهادتك ولا على نسبك ولا على قوتك، جرب تروح أعزل معاك قوة الله بس. الكلمة اللي قالها معلمنا بطرس الرسول في الإبراكسيس اللي بيتقري برضو يوم العيد، وهو بيقول للمقعد اللي كان على باب الجميل، يقول له ايه؟ المقعد ده كان قاعد على باب الجميل بيطلب صدقة، واحد أعرج وكان كل يوم أهله يجيبوه ينيموه عند باب الهيكل يستعطي يطلب صدقة. فدخل بطرس ويوحنا الهيكل عشان يصلوا، فشافهم هذا الأعرج، فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا، يعني بص عليهم وقال هيدوني إحسان زي كل اللي داخلين. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. شفتوا؟ ماشيين بالوصية، لا تأخذوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقه. فالمقعد بيمد إيده لكل اللي داخل، ما هو أعرج ومش شغال وما عندوش مصدر دخل، وأهله كل يوم يجيبوه في الحتة دي عشان الناس تأكلوا وتشربوا. فبص لبطرس ويوحنا وهم داخلين وقال لهم ادوني، كانوا داخلين الهيكل يصلوا، فيعني مصطاد الناس عشان قلبهم يحن وهم داخلين يصلوا. فبطرس الرسول قال له يا ابني معناش لا فضة ولا ذهب، لكن الذي لي فإياه أعطيك. أنا صحيح ما عنديش فضة وذهب، بس عندي حاجة تانية، اللي عندي هديهولك، مش عشان ما عنديش ذهب ولا فضة أبقى فقير أو أبقى محروم أو أبقى شاعر بنقص، لا، أنا ما عنديش فضة ولا ذهب بس مفتخر باللي عندي. الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. المسيح له المجد، بيعطي الشفاء لأبنائه لملكوت الله. آدي الكرازة، الشفاء من الموت، من ضعف الجسد ومن ضعف الروح، من الخطية اللي بتقتل الإنسان وبتكلبشه وبتكتفه وبتأسره. بولس الرسول كان مأسور لكن كان يقول كلمة الله لا تقيد. ايه يا عم ده انت محبوس في السجن ومتكتف ايدين ورجلين، يقول بس كلمة الله لا تقيد، جيوبي فاضية لا فيها ذهب ولا فضة، بس عندي اللي اعرف اديهولك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. وامسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله.
شفتوا ازاي؟ في قوة في الكرازة بيعطيها الله للكارزين لكي يصنع بيهم عمله وينشر بيهم ملكوته. كرازة أبائنا الرسل توبوا قد اقترب ملكوت السماوات. ملكوت السماوات ما فيهوش خطية ولا فيه شر ولا فيه شبه شر. اقترب منكم ملكوت السماوات فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. ربنا له المجد، صحيح خلاهم ما ياخدوش ذهب ولا فضة ولا، لكن اداهم سلام. وبنيجي احنا واحنا بنصلي في القداس نقول لربنا زي ما اعطيت تلاميذك السلام ادهولنا احنا كمان في هذا الوقت في هذا القداس في صلاة الصلح بتاعت القداس الغرغوري. تعالوا نسمع جزء منها بصوت المتنيح البابا شنودة الثالث وبعدين نرجع نكمل. تفضلوا. بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنس وشبهتنا في كل شيء، ما خلا الخطية وحدها وصرت لنا وسيطا لدى الآب، والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمت. وصلحت الأرضي نام السمائين، وجعلت الاثنين واحدا، وأكملت التدبير بالجا إلى السماوات جسدي إياً، إذ ملأت الكل بلاهوتك، قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي إيكم، سلامي أنا أتركه لكم، هذا أيضا الآن انعم به علينا يا سيدنا، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدات ومن تذكار الشر ملبس الموت. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
شوفوا الصلوات بتاعت الكنيسة منسجمة جدا مع فكر المسيح له المجد ومع كلام الإنجيل المقدس. فنطلب من ربنا السلام وبعدين نقول له طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء، نفس اللي عمله المسيح له المجد بالظبط. أعطاهم سلطان وبعدين يخرجوا أرواح نجسة ويشفوا كل مرض وكل ضعف. قال لهم اكرزوا بملكوت السماوات واشفوا المرضى، برضو طمنوا الناس بملكوت الله واشفوهم وطهروا البرص واخرجوا الشياطين واقيموا الموتى. عشان كده يقول في الكتاب المقدس مبنيين، معلمنا بولس في أفسس يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. يعني زي ما بنبني على أساس هو المسيح، برضو في أساس هو الرسل، لأن الرسل ما بقوش حاجة غير المسيح. فلما نيجي النهاردة في الكنيسة نقول كرامة القديسين وإكرام القديسين وتمجيد القديسين وشفاعة القديسين، ما يجيش حد بقى يتلخبط أو حد يلخبطنا ويقولوا أنتوا بتاخدوا كرامة المسيح وتعطوها لآخرين. لا، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، لأن الرسل والأنبياء أصبحوا جسد المسيح، ليهم فكر المسيح، بيعملوا بسلطان المسيح، بيكرزوا ببشارة المسيح، بيتمموا عمل المسيح. ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. بقى المسيح بقى هو حجر الزاوية. يعني ايه حجر الزاوية؟ يعني لو في بيت فيه حيطة كده وحيطة كده، الزاوية بتاعت البيت الحجر اللي فيها هو حجر الزاوية اللي بيربط جنبين ببعض، يربط العهد القديم بالعهد الجديد. فيبقى المسيح نفسه حجر الزاوية، هو اللي العهد القديم تكلم عنه وهو اللي تمم النبوات في العهد الجديد، هو حجر الزاوية، هو اللي صالح السمائيين مع الأرضيين فهو حجر الزاوية، هو اللي صالح بين الإنسان وبين الله فبقى هو حجر الزاوية، هو اللي فيه اتحد اللاهوت بالناسوت فبقى هو حجر الزاوية. على هذا الحجر بقى بنؤسس، وعلى كرازة الرسل وعلى إيمان الرسل وعلى عمل الرسل. فيقول لهم أية مدينة أو قرية دخلتموها افحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا. يعني ما تلفوش كتير، ونقوا حد يكون سمعته كويسة عشان تقعدوا عنده عشان تعرفوا تخدموا بلا عثرة. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. يعني بيقول لهم برضو ما يهزكوش رأي الناس فيكم، يقبلوا كرازتكم أو يرفضوها ما تتشغلوش بالحكاية دي. لو حد قبلكم خير وبركة، لو حد ما قبلكوش ما تتخضوش. من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. يعني لو واحد ما سمع لكوش نظفوا رجليكم من عنده. الحق أقول لكم ستكون لأرض سادوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. يعني ممكن يرفضك أنت كخادم أو ككارز، ما تتخضش، ما تقولش يبقى أنا غلط، ما تقولش طب نسهل للناس طريق التقوى لحسن يبعدوا عشان يقربوا عشان يخشوا. انت قول كرازتك كما هي، قول توبوا، قول اللي مش هيآمن يرث النار الأبدية، قول
قول إن اللي عايز المسيح لازم يبعد عن الخطية، لازم يكفر بنفسه، لازم يحمل صليبه. قول. طب واللي ما يقبلش؟ ما يقبلش، تتخدش لو ما قبلش، اخرجوا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. معنى الكلام إيه؟ إنه في ناس مش هتقبل، مش الكل هيقبل الكرازة، مش الكل هيرضى يشيل الصليب، مش الكل هيقبل إنه يعيش مع المسيح بلا خطية. لا، أنا أعيش مع المسيح وأعمل اللي أنا عايزه، سيجارة أشرب ماشي، خمر أشرب ماشي، أمشي في انحرافات أخلاقية ماشي، أتجوز براحتي وأطلق براحتي ماشي، وبرضو مسيحي وكل حاجة وكلنا واحد في المسيح. تعقدوها ليه؟ لا، عايز تمشي مع المسيح، سكة المسيح ليها مواصفات، ملكوت السماوات ليه مواصفات. فأنت دلوقتي عايز تعيش في ملكوت السماوات، أهلا وسهلا، بس بناموس ملكوت السماوات، بشريعة ملكوت السماوات. أمال ليه اشفوا مرضى وطهروا برس وأقيموا موتى وأخرجوا شياطين؟ عشان الصحة الروحية والصحة الجسدية. ليه افحصوا من فيها مستحق؟ عايز يقول في ضرورة للتقوى، في ضرورة للفضيلة. الحياة المسيحية مش انك تقول انا اؤمن بالمسيح وخلاص وبعد كده بقى عيش زي ما انت عايش. لا، ايمانك بالمسيح يقولك تعمل ايه وما تعملش ايه. فتؤمن بالمسيح يعني تحب عدوك، لكن مش تؤمن بالمسيح وتخاصم أخوك وتقول أنا مؤمن بالمسيح، إذا أنه مسيح بعدين في الآخر تقول إحنا الاثنين لينا مسيح واحد. لا يا حبيبي، مسيحك غير مسيح، مسيح واحد إزاي؟ المسيح اللي إحنا بنؤمن بيه بيقول أحب أعداءكم، هتكره أخوك يبقى المسيح ده هو المسيح ده. طب لما هو المسيح اللي أنت بتؤمن بيه أنا أؤمن بيه، طب أمال ما بتعملش وصيته ليه؟ أنا برضو كاسر الوصية وأنا برضو بدور على التوبة. تعال إحنا الاتنين ندور مع بعض على التوبة، تعال إحنا الاتنين نصلح الغلط اللي إحنا ماشيين فيه. لكن بيقول للكارز خليك قوي، خليك قوي في خدمتك، خليك أمين في الوصية، بيع العالم، تخلى عن كل شيء، ضحي، اقبل الموت في جسدك، اقبل الموت كل يوم من أجل المسيح ومن أجل الخدمة ومن أجل الكرازة. أبائنا كانوا كده، أبائنا كانوا أقوياء إلى هذه الدرجة. شوفوا معلمنا بطرس وهو مع قديس يوحنا وهم واقفين قصاد المقعد. أنا معرفش إذا كان القديس بطرس كان جرب قبل كده إنه يعمل معجزة ولا دي كانت أول مرة. بيقول له ليس لي فضة ولا ذهب، الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع المسيح قم وامشي. وبعدين تلاقوه بعد كده بيتكلم عن الإيمان، يعني في أعمال الرسل الإصحاح الثالث ابتداء من آية 12 يقول فلما رأى بطرس ذلك، الشعب بقى جم لما قام المقعد ولقوا الحكاية كده فجم اتلموا، ايه ده؟ أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. دي ولا قوتنا ولا تقوانا، ده حد احنا مؤمنين بيه هو اللي عمل كده. ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم
وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاق، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. بيقول لهم تعالوا نوريكم ده قام إزاي، قام باللي انتوا رفضتوه، القدوس البار اللي انتوا طلبتوا قتله وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل باراباس. رئيس الحياة قتلتموه. بصوا إيمان القديس بطرس بشخص المسيح له المجد، يطلع مين يا بطرس؟ قال له أنت المسيح ابن الله الحي. قال له طوبى لك يا سمعان، لأن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. رئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات، يعني مش اتقتل وعليه العوض، لا، صحيح انتوا قتلتموه، مات بالجسد لكنه قام من بين الأموات، ونحن شهود لذلك. شوفوا الكرازة، ملكوت السماوات ملكوت حي، ملكوت حياة، الله هو الحياة، ودائرة الله هي دائرة الحياة، وإحنا بنسميها الحياة الأبدية. عشان كده قال لهم اشفوا المرضى وأقيموا الموتى وأخرجوا الشياطين وأعطاهم السلطان اللي يعملوا بيه ده، عشان هي دي الحياة الأبدية، هو ده ملكوت السماوات الحياة. فقال لهم رئيس الحياة اللي هو لم يكن ممكنا أن يمسك من الموت انتوا قتلتوه، يعني مات فعلا، يعني مش تهيأ ليهم، لا، رئيس الحياة قتلتموه، مش واحد زيه أو مش واحد غيره، هو نفسه قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات. طبعا لما نقول أقامه الله من الأموات، ما هو الله أقام نفسه بذاته، اللاهوت أقام الناسوت، الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. دي الحاجة اللي انتوا بترفضوها احنا بنشهد لها، ده الإيمان اللي انتوا بتقاوموه احنا بنعلنه، دي الحاجة اللي مش عاجباكوا وبتعثركم في المسيح انه مات، هي دي اللي احنا بنكرز بيها، المسيح وإياه مصلوبا، دي كرازتنا، مش هنقول اللي على مزاجكم، لا، حتى لو انتوا حسيتوا انه ده نقص، ده نقص عشان انت مش في الحياة الأبدية، ده نقص عشان انت بره ملكوت السماوات، مفيش نقص في ملكوت السماوات، ولا في نقص في المسيح، ولا في ضعف في المسيحية، لكن هي الخطية اللي بتشعرني بكده. فيقول لهم إيه؟ بالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. الصحة جاية منين بقى؟ من الإيمان. يبقى إزاي الصحة؟ قولوا لنا إزاي الإيمان؟ في إيمان ولا مفيش؟ الإيمان كان بيعمل كده مع أبائنا، إيمان نحن النهاردة بيعمل إيه؟ أبائنا كان الإيمان بالنسبة لهم موت وحياة، مش بالنسبة لنا علم وشهادات وكتب وعظات، موت وحياة، عايش في الخطية تبقى في الموت، مفيهاش فصال، عايز تعيش الحياة ابعد عن الموت. المسيح له المجد يقول ايه؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان أيضا متى جاء في مجد أبي. اللي حيرفضني حرفضه، مش اللي يرفض واللي يقبل الاتنين زي بعض، اللي هيرفضني هرفضه.
اللي هتخشوا عنده البيت وتقولوا سلام ويقبل يحل سلامكم عليه. طب اللي ما يقبلش خلاص ولا تزعل، سلامك هيرجع لك بس، واخرج ونفض غبار رجلك. وكلمتين بقى مني ليك: سدوم وعمورة اللي عاشوا في الفسق والزنا والشذوذ وكل الأمور القبيحة هيكون لهم حالة أكثر احتمالا من اللي هيرفض صوتي واللي هيرفض ملكوتي. ما يجيش حد النهاردة يقول كله زي بعض، ازاي كله زي بعض؟ لا طبعا. ويكون أن كل نفس، برضو في سفر الأعمال إصحاح 3 وآية 23 يقول: ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وهو بيكمل نفس الحوار معلمنا بطرس، قال لهم ما اتكلم موسى وقال نبيا مثلي يقيم لكم الرب، اسمعوا له، لكن النفس التي لا تسمع لذلك النبي للمسيح له المجد تباد من الشعب. إذن الكرازة تحتاج من يستجيب لها، مش كرازة وخلاص، مش كلام وخلاص، تحتاج الكرازة لمن يسمع لها. الشفاء الكنيسة بتعبر عنه بكرة في قداس العيد بصلاة اللقان. نجيب المية ونصلي صلاة اللقان، وفي نهاية الصلاة الكنيسة بترشم أرجل المؤمنين بالمية، والسيدات بتمسح جبههم بالمية، والمية دي أبونا وهو بيصلي يقول: أظهره ماء الشفاء أمين، ماء الخلاص، ماء الغفران، ماء البركة، ماء القوة، اجعله طاردا للأرواح الشريرة. تصنع الشفاء، تصنع التطهير، وبتعلن أن التوبة تساوي غفران. هتتوب هتاخد غفران، تبقى في ملكوت السماوات. اتغسلنا ونضاف ودخلين على القداس نصلي. التايب والمعترف واللي أخد حل من أب اعترافه. حكاية التوبة دي جميلة قوي، ولازم يعني نغوط فيها شوية، عشان التوبة مش مجرد كلمة ولا هو عمل أنا بعمله بعافيتي، يعني واخد الحكاية عافية، لا، دي فيها عمل إلهي، في عمل إلهي. أنا من جهتي ببعد عن الخطية، ببعد عن طريق ضلالي، ببعد عن الشر اللي أنا ماشي فيه. طيب، وعمل الله بيملاني نعمة، مش أنا اللي بملى نفسي، مش بكتر المعلومات بملى نفسي، لا، ده قراية الكتاب المقدس حتى يعني بدون وعي، بدون فهم، بدون غيره تطهر النفس وتنقي. مش بدون وعي وبدون فهم، يعني الواحد يعني يبقى باستهتار وبدون تقدير، لا، يعني لو في حاجة صعبت عليا، لو في حاجة محتاجة قاموس وما عنديش قاموس، لو في حاجة ليها خلفية معينة وأنا مش عارفها أو مش مستوعبها كما ينبغي، ما تقولش أصلي مش فاهم كل الكلام، لا، ده الكلام له قوة للتنقية وللغسيل وللتطهير. فالتوبة بتخلي القلب يتغير اتجاهه، بدل ما هو في اتجاه ملك الذهب والفضة إلى ملكوت الله وملكوت السماوات، بدل ما هو في اتجاه الشهوات والأفكار والخطايا والأمور الدنيوية واهتمامات العالم وأكل وشرب العالم، تتحول إلى اتجاه ملكوت السماوات. فيحصل إيه بقى؟ تحصل حاجات جميلة قوي.
بدل ما الواحد يبقى شاعر بحرمان لأنه منع نفسه عن الأكل طول الصوم فيقول ده أنا الواحد كان محروم، لا هو حرم نفسه من حاجة أرضية لكن حاسس بشبع وحاسس بامتلاء يوصله لملكوت السماوات، مش حاسس بأنه محروم. مش بس في الأكل والشرب، في كل حاجة، في كل حاجة. حتى اللي عنده مرض ومش قادر يلاقي الصحة، الدكاترة قالوا ما فيش شفاء، وكل ما يروح لواحد وهو عايش في الألم وعايش في المرض ما بيبقاش حاسس بحرمان ولا حاسس بضعف، بيبقى شاعر برضا وبيبقى شاعر بسلام وبيبقى شاعر ببركة وشاعر بقوة روحية وحاسس إنه ربنا معاه في شيل صليبه وربنا معاه في المستشفى، معاه في العناية المركزة، معاه في المحنة اللي هو فيها، معاه في المرض اللي هو فيه، مش حاسس بضعف ولا حاسس باحتياج ولا حاسس بنقص ولا حاسس بحرمان. فنيجي احنا بقى كآباء وكخدام، يبقى صعبان علينا اللي في ضعف، الفقير عايزين نديله فلوس وخلاص، المريض عايزين نديله صحتنا ويقوم ويجري على رجليه، المحتاج الزيجة بتاعته فيها مشاكل فمراته متخانقة وسايباه ولا جوزها متخانق وسايبه، عايزين نعمل أي حاجة بإيدينا حتى لو كانت غلط ونقول عشان نسهل لهم طريق التقوى. لا، طريق التقوى طريق تقي، ما فيهوش خطية، ما فيهوش غلط، ما فيهوش كسر اللي وصية ربنا، لكن في شبع إلهي بيمنح لهذه النفس اللي بتجاهد. أنت من ناحيتك لا تأخذ ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقه ولا أحذية ولا ثوبين ولا تسلمه على أحد في الطريق، امشي معايا لوحدك، سيب كل حاجة وتخلى عن كل حاجة، وأنا أدي لك إيه؟ أدي لك الفرح والسلام والرضا. الواحد اللي بيحاول يريح نفسه بإيده وبطرق أرضية وبمحاولات ملتوية تشابه طرق العالم بيجني إيه؟ من هوان لهوان 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 لغاية ما يلاقي نفسه في جهنم. لكن اللي بيجاهد زي أبائنا الرسل كده في جهادهم يطلع من مجد لمجد لمجد لملكوت السماوات. فأنا كخادم اللي أشوفه في المخدومين إنه احتياج، لازم أشوف أشبعه إزاي بنعمة ربنا مش بطرق بشرية. إزاي النفس دي تبقى راضية؟ النفس دي محتاجة حاجة، طب هي مش راضية عشان عندها احتياج مادي ولا عشان ناقصها حاجة روحية؟ هو بيجاهد بدراعه، طيب فين نعمة ربنا؟ ليه مش موسع سكة لربنا في حياته إنه يعمل؟ ليه كل حاجة بالنسبة له عقلية ونفسانية؟ إذن التوبة شبع وليس حرمان. معلمنا بطرس قال ليس لي فضة ولا ذهب، لكن مش معنى كده إني فقير. أنا صحيح ما عنديش فضة ولا ذهب، بس عندي اسم يسوع المسيح الناصري، وباسمه قم وامشي، فباسمه تشددت رجلاه وكعباه. بيقول لا يستطيع أحد أن يضع أساسا غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. هو ده الأساس الوحيد، يسوع المسيح، ومحدش يقدر يحط أساس تاني غير ده. محدش يقدر يغير وصية ربنا، ولا أي حد يقدر يعدل فيها ولا يغير فيها ولا يحور فيها، هي كده الأساس يسوع المسيح. قال إيه؟ قال في صليب لازم تشيله، مش هتعرف تغيرها دي. قال في جهاد لازم نجاهده، مش هنعرف نهرب منها. قال ينبغي أن تحزنون، يبقى لازم نحزن. قال لكم في العالم ضيقات، يبقى لازم نواجه الضيقات. الأساس واحد،
مش هنعرف نغير في هذا الأساس. فالكرازة لازم تبقى واضحة بكل قوة حتى لو ما بتعجبش الناس، هي كده. معلمنا بولس الرسول فضل يجاهد ويتعب إلى النهاية لغاية ما مات شهيد. معلمنا بطرس نفس الحاجة لغاية ما مات شهيد. في قصة استشهاد القديس بطرس الرسول في حاجة لذيذة، إنه فكر يهرب أو يعني فكروا له في الهرب وكان ناوي على الحكاية دي، فشاف زي رؤية أو حلم المسيح له المجد شايل الصليب وماشي بيه، فقال له إيه ده رب؟ رايح بالصليب ده على فين؟ قال له رايح روميا، طالع على روما يا بطرس. قال له ليه؟ قال له لأصلب مكانك بس، وخلصت على كده. فمعلمنا بطرس صحي على لا لازم الموت، تهرب ده ايه؟ طب ليه ما ربنا هو يعني ادالك فكرة عايز يسهل ليك طريق التقوى؟ سيبك من الصليب وسيبك من الموت، اهو بيسهل لك طريق التقوى. قال هو طريق التقوى اني اهرب من الموت ولا اني ادوق الموت؟ طريق التقوى هو ايه؟ اني اهرب من حمل الصليب ولا اني اشيل الصليب؟ فين طريق التقوى؟ النهاردة اللي مش عاجبه الصوم يقول ايه يا جدعان ما تسهلوا لنا طريق التقوى، اللي مش عاجبه الاعتراف يقول سهلوا لنا طريق التقوى، اللي مش عاجبه الجواز والطلاق يقول سهلوا لنا طريق التقوى. كل واحد مش عاجبه حاجة في ربنا يقول سهلوا لنا طريق التقوى. لا يا حبيبي، سهلوا لنا طريق التقوى يعني تعرف ملكوت السماوات سكتها ايه؟ سكتها الطريق الكرب والباب الضيق، فنسهل طريق التقوى يعني نوريك السكة دي، مش نوريك الحتة الواسعة اللي آخرتها الهلاك اللي بيجدها الكثيرون. لا، طريق التقوى إنه بطرس يهرب من الصليب ويهرب من الموت، لا، إنه يروح للموت فيتواجه مع الصليب بقى يعني بكل استعلان بكل جلاء بكل وضوح، فيلاقيه فخر ويلاقيه شرف ويلاقيه ايه ده انا هتصلب زي المسيح، ايه ده انا لا مستاهلش ده، ما استحقش كده، لا 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 لا. طب ما هو الموت ضروره يا بطرس والصليب ضروره، طب وماله مقلوب بقى، فاسلبوني دماغي تحت ورجلي فوق، ايه ده دي فكره جديده دي. قالوا ماله فكره جديده، بس ما بقاش زي المسيح، ما بقاش زي سيدي. ربنا بيفتح عينين ولاده، بيديهم قوه، بيديهم معونه، يعطيهم طعامهم في حين حسن. هتجيلك قوه وهتجيلك معونه بس في وقتها. يقول لهم لا تهتموا كيف أو بما تتكلمون أو بما تجيبون لما تروحوا تقفوا قدامه وقدام ملوك ليه؟ الروح القدس يعطيكم أو يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. مش هيديك بدري، هيديك في الوقت المحدد ما يجب أن تقوله. وخدوا بالكم ربنا له المجد بيقول لهم الكلمتين دول وهو باعتهم أصلا خدمة كرازة، يعني تعتمد على الكلام. قال لهم حتى الكلام اللي انتوا هتروحوا تقولوه ما تهتموش بيه، انا عايزكم تهتموا بالسيرة الحسنة، عايزك تعيش الايمان عمليا، عايزك تبقى قوي وعينك مش مكسورة لا قدام الشيطان ولا قدام الناس، عايزك تبقى مسيحي حقيقي، عايزك تعيش الايمان وتعيش الكرازة كما هي، مش هتحس ابدا لا بحرمان ولا بنقص. اوعوا تفتكروا ان الكنيسه لما رتبت لينا الاصوام دي كلها كانت عايزه تعيشنا محرومين،
أو عايزة تعيشنا ناقصين أو أقل من حد تاني غيرنا، لا، ولا بتوفر لنا فلوس مثلا عشان ما يبقاش لحمة وفراخ ونصرف كتير، لا، الكنيسة عايزانا ندوق الشبع الحقيقي، وعايزانا ندوق الفرح الحقيقي، وعايزانا ندوق السلام الحقيقي، عايزانا ما نرتبكش بكل أمور العالم. جابت منين الكنيسة الكلام ده؟ أو من كلام المسيح له المجد لتلاميذه ومن كرازة أبائنا الرسل القديسين. كل سنة وانتم طيبين في عيد أبائنا الرسل وعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس. دقيقتين ثلاثة كده لغة قبطية، وفي حرف جميل ولذيذ وشكله شيك قوي، شايفينه؟ أيوة، الحرف ده اسمه خاي. خاي، خاي دي معناها بقى انه بينطق ايه؟ ايوه، خ، في يعني شبه شويه مش قوي لكن يعني. بصوا بيتكتب ازاي، ده الحرف الكبير وده الحرف الصغير، يعني ده الكابيتال وده السمول، او ده النشتي وده الكوجي. بيتكتب ازاي؟ بصوا، مفيش اشيك من كده، او تاني، ها هنا شايفين؟ ايه رايكم؟ يلا تاني، شايفين الدايره دي؟ ايوه، وبعدين شرطه كده من فوق، هو ده الخاي. يلا كمان اهو، الحته دي احنا اخدناها كتير، يعني لما كنا بنكتب مثلا الشاي كنا بنعمل كده ونروح عاملين دي، فاكرين؟ هي دي، وبدل الثلاث سنون يبقى الفيونكه دي اهو، يعني نكتبه كده تاني اهو، فيونكه، وبعدين ناخد الحته بتاعتنا دي بقى المشهوره. حتى لما كنا بنكتب مثلا التي اهي ونروح عاملين من تحت كده، فاكرين؟ طيب، فهي برضو الخاي اهو، الفيونكة اهي، وبعدين نروح واخدين النهاية بتاعتنا الجميلة. يلا تاني كمان، يلا اسرع، نخش سبق، يلا كله يجهز سبق، هنعد واحد اتنين تلاتة وهنسابق. يلا، واحد اتنين تلاتة، انا خلصت. يلا تاني اهي، ايوة، بصوا فيونكة كده عادية زي اللي كنا بنعملها دي بتاعت الابسلون اهي، ايوة، وبعدين الشرطة اللي فوق دي، سهلة قوي. الكابتل بقى بتاعها او النشتي بتاعها كده اهو من غير الفيونك، يبقى ده الحرف الكبير اهو، خط، وبعدين النهاية بتاعتنا دي، والصغير بالفيونكة اللي في النص، يبقى ده حرف الخاي. ناخده في كلمة بقى أهو، آدي الخاي، وبعدين نحط وراه الحرف ده اللي هو إيه؟ الأي، بينطق إيه خفيفة، وبعدين هناخد وراه الحرف ده اللي هو الني اللي بينطق نون، يبقى خين، جدعان، خين، خ ي نون، خين،
زي ما بنقول خين فران ام فيوت واحنا بنرشم الصليب. فخين فران ام فيوت يعني باسم الاب، ونحط ايدينا كده فوق عند راسنا نقول باسم الاب خين فران ام فيوت. ادي خين بتاعت خين فران، سهله. يلا نكتبها تاني مع بعض. اهو الحرف الاولاني كابيتال خ، وبعدين اي، وبعدين ني. نسينا الشرطة، متأسف. تبقى خين. نكتبه بالحرف الصغير اهو اهو. يلا خين، زي الفل. يلا اكتبه مع بعضينا، نكتب خين دي تاني. ادي الخاي اهي، وبعدين الاي اهي، وبعدين الني اهي. خين خين. وإذا ربنا ادانا عمر نشوفكم المرة الجاية ونكمل مع بعضينا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.